تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم أعلنت انطلاقة شوطنا الثامن وهو الشوط الخاص بالحجايج الجعدان في مسافة ورحلة 3 كيلو مترات، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مع هذه الأعداد الهائلة في هذا الشوط مع الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع، نبحر بالصدارة، ننطلق بالمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. شاهين من قاد المجموعة للسهيل بن محمد بن ذويب العامري من انطلق بمقدمة هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التحديات أيضا من شاهين أحمد بن سالم بن محمد بن سهيل العامري، ومع المركز الثالث القدوم من الشمالي لعلي بن خلفان بن سلطان الشامسي، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التحديات أيضا بالشعار علي الرفيسة من ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم من مايهاب لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي، ومع المركز السادس من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى عرمرم حمود بن هدوب بن سعيد العمري ينطلق مع عرمرم مع المركز السادس. سابع التحديات هملول مبارك بن حمد بن قرين العامري ينطلق مع المركز الثامن، والشعار الربيعي يتدخل في هذه اللحظات علي بن سالم الربيعي المنصوري مع المركز السابع. ثامن التحديات المركز الثامن، نتابع التحديات ايضا القادمه من مرحب بالشعار سعيد بن غدير بن ذياب المالكي يتقدم في هذه اللحظات، ومعاند سعيد بن غدير بن حمد العويسي، ومن المركز العاشر من الجانب الاخر، من الجانب الاخر شاهين لحمد بن سالم بن حمد المخيب بمن أعلن انطلاقة شاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية والمقدمة، وأرهني شاهين اللي ير الشوط ما شاء الله تبارك الله. سهيل بن محمد بن ذويب العامري من يتابع انطلاقة شاهين اللي انطلق بالصدارة، باعد المسافة، باعد المسافة ما شاء الله تبارك الله. لوحة الإعلان 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والصدارة مع شاهين اللي ينطلق بناموس هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني الشمالي لعلي بن خلفان بن سلطان الشامسي من ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث أرهني مرحب لسعيد بن غدير بن ذياب المالكي، والقدوم مع المركز الرابع بالشعار المخيبي شاهين حمد بن سالم بن حمد المخيبي من يتابع انطلاقة شاهين. خامس التحديات العودة مع نيار لناصر بن سعيد بن عامر العمري، هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة واللحظات الأخيرة. العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، شاهين يغرد خارج السرب وحيدا منفردا بناموس هذا الشوط، وهالي العين هم الأقرب للسلامات مع التحديات المثيرة ما شاء الله تبارك الله. القدوم في اللحظات الأخيرة، شعار المخيبي أيضا قادم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، والتحديات من الشمالي لعلي بن خلفان بن سلطان الشامسي. اللحظات الأخيرة، التحديات القادمة ما شاء الله تبارك الله. الكوكبة ثلاثية، الصراع ثلاثي على مقدمة هذا الشوط شاهين، ولكن أرى التسلل من شاهين بشعار المخيبي ما شاء الله تبارك الله. حمد بن سالم بن حمد المخيبي يفاجئ الجميع في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، ينتزع ناموس هذا الشوط والمحاولات من الشمالي وشاهين، شاهين والشمالي، الشمالي في اللحظات الأخيرة. تهانينا لعلي بن خلفان بن سلطان الشامسي على فوز الشمالي بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين حمد بن سالم المخيبي، المركز الثالث ياتي شايم لسهيل بن دقاش بن محمد العامري، المركز الرابع ياتي شاهين لسهيل بن محمد بن ذويب العامري، والمركز الخامس نشوان لسالم
أو المركز الخامس كفو لمحمد بن مسلم بالطير العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع الشمالي، مع الشمالي اللي انطلق أيضا بناموس هذا الشوط. تهانينا لعلي بخرفان بالسلطان الشامسي على فوز الشمالي 4:34 وجزئين من الثانية. تهانينا لماركة علي بخلفان بن سلطان الشامسي، بينما اللي وصل مع المركز الثاني وقدم عرض يشكر عليه شاهين ياتي بتوقيت زمني مقداره 4:34 7 من الثانية. تهانينا لحمد بن سالم بن حمد المخيبي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ياتي ايضا شايم بشعار السيل بن دغاش بن محمد بن عمكة العامري، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4:35.8 من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.